صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. جيتكم اليوم بالوصفة تاع خرشف، وصفة بنينة بلا لحم بلا مكونات بزاف بلا والو. نبداو بالخرشف بعد ما نكيناه، راح نديرها انا في الماء غالي، وكنت وجدت الماء غالي، ندير فيهم غرف كبيرة تاع ملح، ونحط فيه هذا الخرشف يغلى مدة 5 دقائق برك قد ما تخرج منه المرورة، ويكون الملح هذاك الماء الدور تاعه نخلوه باش يحافظ على لا كولور تاعو، يقعد اللون تاعو شباب، ونقلعوا له المراره، ومن بعديها نواصل الوصفه. شوفوا البنات، هذه بعد ما وجدت الخرشفه وغلى ويكون دخلوا الطياب، ما يخصوش بزاف بعد ما يغلى. شوفوا اللون تاعو كي يقعد داير، يقعد شباب ما يقعد شباب، ما يتبدلش ما يكحلكش. نجيب نحضر شويه حمص، حبه صغيره تاع بصل، سنينه تاع ثوم، وحبه بطاطا. قلت لكم انا راح ندير هذا غير بلا لحم، وراح تشوفوا النتيجه، راح يجي شباب بزاف ويعجبكم. في نفس الوقت جبت باش ندير معكم هذه الوصفه ونتشارك معكم في واحد الموضوع اللي راه شويه هاد الفترة راه منتشر بزاف في القناة تاع اليوتيوب، انه راه يمثل في المرأة بصورة نمطية، عاطي للمرأة صورة تاع اليوتيوب هذا اللي راهم يتمشاو، راهم عاطين للمرأة صورة نمطية، صورة تاع فام دو ميناج وطباخة، ردوا للمرأة غير روتيني تنظيف، خلاو النساء قاعدة وقتها غير هي ولا جافيل والماء، تضلي تغسل وتواسي تبع فيهم، هاي هذه شريت كيكوطا، هاي هذه شريت سيرفيس، هاي نروح نشري كيما شريت هي، ها وشريت هذه نقالة، هذه راهي بنت رت كوزينتها، هذه بدلت الديكور، هذه هاي دارت، خرجوا المرأة من المحتوى تاعها، خواوها وردوها، تبع غير في الشكليات برك، خرجت المرأة من المحتوى تاعها. أيا قلت نشارك مع خوتاتي هذه الفكرة. احنا المرأة في الأصل ربي مخلقهاش غير باش كيما نقولوا فام دو ميناج، غير التنقيه والغسيل، هي صح وحده تنقي على روحها ما تخليش لا، بصح ما تقعدش قاعده كاع وقتها، ما تقعدش كاع وقتها تتبع غير في الخوا الخاوي كيما يقولوا، في الخوا برك، غير في الشكليات، هاي هذيك شريت هذه العبايه الفلانيه، هاي الاخرى بدلت الصالون تاعها، نروح نبدل الصالون تاعي. كاينين اللي مساكين ماشي لاحقين قاعدوا عايشين في يتحسروا، كاينين اللي كل واحد وظروفه، وحده ما عندهاش راهي تلم باش دير سكنه، وقاعده تتبع فيهم تقول لك هاي هذيك عندها السكنه، ها الاخرى قاعدين يتذمروا مساكين، قاعده تشوف الناس وتتحسر، هاي الاخرى عندها، هذيك دارت، هاي الاخرى دارت الحفله كيفاه، هاي هذيك كيفاش دارت، جوها ضيافها شا حطت، نكذبوا على رواحنا حنايا، كيفاش وحده دايره بيتزا تحط لك سيرفيس 24 بياسة على بيتزا، ما كش منها هذه، مش معقوله اصلا كاع نحطها انايا، ما نحطش انا 24 بياس كل يوم، قيس الفطور وقيس العشاء، ندي حياتي غير في الكوزينه نغسل فما عين. يليق الوحده هكا تفهم الواقع، تفهم ما يقعدوش يحشوا لك بهذيك الصوره النمطيه، تقعدي انت يا غابنه روحك غابنه راجلك، تخمي في تخمام كاع ما كاش منه، بعيد عن الواقع كل البعد ما كاش منها. بغيت نشارك معكم هذه الفكره، ان شاء الله يا ربي تكون وصلتكم الفكره اللي نحوس نوصلها لكم. الواحد يعيش على حسابه، انا ما نضيعش وقتي نقعد غير نتفرج على النساء، هذيك هاش دارت وهذيك هاش عملت، وما بعدها هما يبيعوا في هذوك الصور، يبيعوا فيهم، وهي ديري في بالك باللي ماشي هذا كلش هو الحقيقه، هما راهم يبيعوا لكم في صور، انتيا قاعده تشري عليهم في ديك الصور بوقتك، وفي نفس الوقت قاعده تلومي على روحك وتتأنبي في روحك، وانا ما درتش وانا ما عملتش، انتي انتهزي هذاك الوقت، رديها لروحك، تهلاي في روحك، قراي كتاب، ثقفي في كاش حاجه، تعلمي ميتي، ديري حاجه باش تطوري روحك، ما تقعديش غير تفرجي عليهم وتلومي على روحك وتلومي على راجلك، هاو الاخرى شريت وهيديك عملت، ولو كان ولو كان ولو كان، ما كاش لو كان، كيما دارت هي تقدري ديري انتيا. بغيت نوصل لكم هذه الفكره، وان شاء الله تكونوا فهمتوني ووصلت لكم فكرتي. انا كي حليت هذه القناه حليتها على اساس
نتشاركوا افكار مفيده كمان، تشوفوني بالك مانيش نحط فيها بزاف، خاطر نحس روحي باللي الهدف تاعي اللي حليت فيه القناه مانيش نحط فيه، وان شاء الله من اليوم نبدا نحط في الهدف تاعي. انا الهدف تاعي انا نوصل الفكره للمراه انها قادره تعيش حياه سعيده وحياه مريحه بلا زواق بلا تكلف، نلبس نخرج كلش ندير، بصح ماشي شرط عليا ندير كيما راهم دايرين، كل واحد ومقدوره، كل واحد ومقدوره، وكل حاجه وتجي في وقتها. ما نقعدش انا نتحسر على ناس دايروا وعملوا وانا قاعده نتحسر عليهم، انا ثاني ندير كيما هما، ما نضيعش وقتي ونقعد غير نتبع فيهم وفي الاخير ما نربح والو. انا هنا بعد ما حط قطعت البصل كيما راكم تشوفوا والثوم، راح ندير لها شويه زيت، ندير لي كميه من الزيت، وراكم داكم تلاحظوا راني نتعامل معاكم عادي كاي وحده طيب في دارها، مانيش باغيه نتكلف. هنايا درنا شويه زيت نقلوهم مليح، نزيدوا معاها شويه ملح. عيشوا حياتكم عاديه، ما تقعدوش تبعوا في النساء هذيك هي كيفاش دايرت وهذيك كيفاش دايرت وهذيك شي دايرت، وشوفي هذاك السيرفيس كي شباب، وشوفي هذاك السيرفيس هاو اللي جابته حطاته اليوم، شوفي هذاك السيرفيس الاورانج كي داير، هذاك بعيد كل البعد عن الواقع، هذيك ما كاش منها، شوفوها غير في روحكم انتيا. دوك السوق تحطي 24 بياس الصباح في الفطور، وتحطي سيرفيس كافي، هذاك ما قلتلكش انا ما تحطيش روحك، حطي روحك وشري كيسان شابين وحطي روحك تاع دايما. مين ما يعيشوكمش في الخرافات، هذيك الطابله هذيك امبوسيبل، رانا نساء ورانا على بالنا تربيه الدراري، وعلى بالك شحال راك تقعدي في الكوزينه مع المواعين، صح دايره بالك هي دايره ماشين افيسيل اللي تغسل المواعين، بالك هي راها دايره ماشين اللي تغسل المواعين، على بها ما يهمهاش الوقت، هي تحط كاع هذوك الصوالح، انت ماشي تلتزمي كيما هي. انا كي جوني ضيافين نتهلا فيهم، بصح امبوسيبل هما راهم يجوهم الضياف كل يوم، كل يوم تقول لك هاني درت وهاني عملت وهاني عملت. هي صح بالك جاوها في فتره، صورت شحال من يوم ومن بعد هي جات حطت لك، وبالك راها عندها اللي عاونها، انت يا عايشه وحدك. انا ما ربي ما خلقنيش باش نقعد غير نطيب ونحط للناس ونقعد نخلع في الناس ونواسي، راح نتهلا في روحي، نقرا كتاب، نسمع محاضره، نثقف روحي، نروح نزور ما ندير حاجه تاع خير، ما نقعدش انايا نقرا صفحه في المصحف، ما نقعدش نتبع غير في هذيك، انايا هذيك هاي طيبت هذيك هاي دارت. حنا دروك هكا هذه نخلوها دوك نكمل معاكم الموضوع، هذه نخليها تتقلى، الا ما تقلات شويه هيا ونكملوا. عفوا البنات قطعت عليكم في التصوير، دوك انا هذا جات جارتي تطبع عليا، دوك انا قلت لكم انا السر تاع هذا الخرشوف يجي في القليل، بعد ما تقليه مليح نزيد له مغرف تاع طوماطيس، طوماطيس ثاني مليح تقلي فيها باش تخرج لك لاصوص حمراء وشابه، يجي لنا الكولور تاعها شاب، خير ما تحطيها وحدها من بعد اللي تقلي وتمرقي، من الاحسن تقلي بها باش تعطينا لون شباب تاع لاصوص. راح نقليها مليح، خليها تقلى مليح هذا البصل، نزيد نقطع عليها البطاطا، راني نتعامل نخدم معاكم عادي كيما تخدم اي وحده في الدار. انا البطاطا هنا نبغي نديرها بالطول تاع الخرشوف، عفوا على الازعاج، الكوزينه تاعي جايه مع الطريق الكبيره، السيارة حدايا على بها شويه عندي الازعاج، طريق مزدوج وطريق السيارة. نكملوا في موضوعنا، الوحدة تنتهز وقتها ما تضيعوش، ربي ما خلقناش سودا، ما خلقناش باش نعيشو غير غسيل الماعين غسيل الحوايج، هذا مكان هي وحدة تنقي على روحها وتنقي دارها، نظافة من الإيمان، بصح نمشي لدرجة الفوبيا وتضلي هاي فلانة دوك تجي وتقول، هاي فلانة دوك تجي وتقول،
ما يهمكش في الناس، راكي عيانه ريحي، راكي رايحه تقراي، انتهزي وقتك، تعلمي اي حاجه، تعلمي اي حرفه. انا عشت فتره كنت قاعده غير للتنقيه، وغير التنقيه غير دوك كنت تدخل عليا فلانه، ودوك كون تجيني فلانه تلقى داري مسخه، دوك وليت عايشه في واحد العيا وفي واحد القلق وواحد التوتر، وخاصني سيرفيس شباب دوك يجوا يلقاو عندي داك السيرفيس قديم، شافوا عندي خطره اللي فاتت وضربك وضربك وضربك، الصالون تاعي خسر، تسيبي روحك عايشه متوتره مقلقه، تخمي غير في الناس شي يقولوا فيك. ومن بعد ما لقيت منها والو، قعدت غير مريضه ودائما عندي المسره دائما مقلقه على والو. ومن بعد الناس تهدر تهدر، هدرت اليوم تهدر غدوه، الاصل الاساس في انك انتي تقضي حاجتك وانتي مريحه، درتي جهدك، ربي راه على بالو بيك، اعطي وقت لروحك، تهلاي في روحك، قراي شويه قران، صلي. خطرات حنايا تنوضي من الصباح وانتي تجبدي تقضي، كي توصل للصلاه تلقاي روحك فشلانه، ما تصلي ما والو، في الليل طيحي بلونشا، من بعديها غدوه من داك كلشي يتعاود، كلش راح يتعاود، كاع اللي قضيتيها البارح راح تعاوديها لي، حتى حاجه ما راح تتغير. كيما هنا في التوابل انا راني حطيت باش ما حطيت ملح وحرور فقط، نخليهم هكا، انا نبقى يتقلى على نار هاديه حتى شغل الكو يدخل في البطاطا والخرشوف، وبعد نزيد عليه غير كميه قليله تاع ماء. مراحبا، انا الحمص او طايب او ديجا طايب، انا الحمص نطيبه ونصفه في الكونجيلاتور حتى كيطيب، نصفه في الكونجيلاتور باش ما يشدش طيب، والخرشوف راه داخلو طيب، دوك هو بما ضابط البطاطا يكون كلش جاهز، وما يدي لا مرقه بزاف لا والو، غير شويه يتجمر وراح تعجبكم النتيجه ان شاء الله. والبنات اللي عجبتكم الفكره ووصلتكم المعنى اللي كنت نحوس نوصلها لكم، خلوا لي تعليق الى نواصلوا في هذه المواضيع، ونهضروا على خبراتنا اللي عشناهم، ونمسحوا بعضانا باش ما نقعدوش دائما نطيحوا في نفس الاخطاء. حنا رانا في 2020 وماناش باغيين نعيشوا كما كانوا عايشين ماتنا في التسعينات، عايشين غير الطياب والغسيل، وراي النتيجه قدامكم ماتكم، وراي قدامنا ماتنا، ورانا شايفينهم وين وصلوا. يليق حنايا نغيروا القادم، ما يليقش نعيشوا كما عاشوا هما بكري، يليق نتطوروا، الناس هم تطوروا وداروا خبرات جدد، تعلموا صوالح بزاف، حنايا قعدنا غير الغسيل والطياب وضربك، زادونا في اليوتيوب ولينا هاي، وبكري كنا متعسين حنا وجوارينا، حنا ولا فامي، هاي الاخرى شرات، هاي ديك عملت، هاي ديك طيبت، هاي ديك نفضت الفريش، دروك رجعنا متعسين حنا وصحابات اليوتيوب، وما طقناش نلحقوهم لدرجه ولينا حنايا هما ولاو يرسلونا في صوره نمطيه مصطنعه 90% مصطنعه، ما نقولوش ما مش عايشين هكاك، كاين اللي راهم عايشين هكاك، بصح كاين اللي عندها مساعده، كاين اللي عندها البنات، كاينه وحده مسكينه عندها غير الاولاد وبغيت تعيش كيما عايشين هما، امبوسيبل تجيبها غير في روحها، ما طيقش دير كيما مديرين هما. وحده تقول لك غير انا نقي ولادي ما يعاونونيش، لا، الدار شركه، الدار كاع نتعاونوا فيها. انا اللي نهضر معكم من نقطه تاع صوالح فاتوا عليا وبغيت نشاركهم معكم، ان شاء الله يا ربي تكون وصلتكم الفكره. والبنات اللي عجبتكم الفكره حطوا لي في التعليقات الافكار تاعكم والانتقادات، ومن بعد نكملوا الوجبه ونوريها لكم الحاضره في طبق التحضير، في طبق التقديم. بعد ما وجدت شوفوا النتيجه كيفاش تكون، شوفوا المرقه كيفاش تجي عاقده، طبق خفيف مغذي فيه الالياف، الحمص، انا متاكده بلي راح يعجبكم ويجي بنين ما ينشبعش. اذا بغيتي تغني تزيدي له اللحم، زيدي له اللحم، مع اني انا شوفوا لي في الخرشف ما يستاهلش نزيد له اللحم، اللحم نديرو في حاجه اخرى غير هكا ويجي بنين بزاف كما غنشوف. انا هنا نبغي هنا شوف مانيش مكثره لاصوص، تبغي تزيدي عليه شويه لاصوص زيدي شويه لاصوص،
وصدقوني البنه تاعه روعه. وهاك تشوفوها طايب طايب مليح يذوب البطاطا طايبه، ما يشد لا وقت لا والو، والبنه ما شاء الله. جربوها وردوا لي بالخبر. بالتوفيق ان شاء الله مع تحيه الزهراء الجزائريه ام ساجده. ولا عجبتكم الفكره اللي طرقنا لها في هذا الفيديو خلونا في التعليقات البنات. ومع السلامه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.